بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا بكم من جديد، معكم أحمد الجرموسي. وإن شاء الله النهاردة هنشوف مع بعض حل مشكلة الخروج من لعبة بيس 2013. الطريقة التانية كنا شرحنا طبعا طريقة قبل كده وطلعت فعالة الحمد لله مع أكتر اللي شافوا الفيديو، لكن بعض الناس بتشتكي برضو إن لسه المشكلة موجودة. فإن شاء الله هنشوف مع بعض حل تاني. زي ما احنا شايفين دلوقتي لما نيجي ندخل على اختيار الفرق، فاللعبة بتخرج كده تماما، بتيجي الرسالة دي كده تمام. والحل انك بتيجي تفتح السيتنجز او اعدادات اللعبة، فبتيجي تختار الريزولوشن المناسب، الابعاد دي مثلا كده، واقول له اوكي. طبعا بتجربها انت، ونبدأ نجرب اللعبة. نبدأ كده نختار، ندخل نختار الفرق، اي فرق بقى دلوقتي وخلاص، ونبدأ الماتش بتاعنا. طبعا اللعبة بطيئة شوية لان الجهاز اصلا مواصفاته ضعيفة، ولكن اللعبة اشتغلت تماما بدون اي مشاكل. فده بكل بساطة كان شرح لحل المشكلة بطريقة تانية، واللي ما جربش الطريقة الاولى هسيب لكم الرابط بتاعه موجود تحت الفيديو على طول ان شاء الله برضو. ولو كان حد عنده اي استفسار بخصوص الموضوع ده او اي موضوع تاني، سيب لنا رد في التعليقات اللي موجودة تحت الفيديو، او كلمني من خلال صفحة تكنو عربي على فيسبوك، وانا دايما بتابع التعليقات وبرد على الرسائل باستمرار. يا ريت في الاخر ما تنساش تضغط لايك للفيديو لو عجبك، وسبسكرايب او اشترك القناة عشان تتابع كل جديد في عالم البرامج والشروحات الجاية ان شاء الله. اشوفكم في درس جاي ان شاء الله. كان معاكم احمد الجرنوسي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.